تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربى. سأل مني من القلب، لا يجوز تزويج شخص لا يصلي، لا يجوز. إذا تقدم رجل للزواج من ابنتكم اسأله هل يصلي أو لا يصلي. بعض الناس يتهاون، ولد فلان، ولد عمنا، والله أخلاقه زينة، وظيفته زينة، عائلته محترمة، ما يصلح. لابد أن تتأكد يصلي أو لا يصلي. لا يجوز تزويج رجل لا يصلي. هذه البنت في ذمتكم، لا يجوز أن تسلموها لرجل لا يصلي. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي. مسألة خطيرة جدا، يعني تنك تزوج امرأة لا تدري هي مسلمة أو كافرة، وهذه المرأة تزوجونها لرجل لا تدرون هل هو مسلم أو كافر. فلا يجوز تزويج من لا يصلي، ولا يجوز تزوج ممن لا تصلي. فالمسألة خطيرة جدا، ولا يجوز تهاون في موضوع الصلاة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.